هلا وقتها مثل كل نهار أربعة مع دانيا دبيبو بنطرح موضوع منعيشه كل يوم، يمكن منتشاركه مع الناس أوقات هيك بياخد من وقتنا أنه نفكر فيه أو كيف ممكن نتعامل معه. موضوع اليوم هو موضوع الغيرة بين الأصدقاء. دانيا دبيبو أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور. الغيرة أو الحسد، أو هل هيدا الشيء ما بعرف دافع لنا؟ خلينا نبلش أول شيء ما بعرف أهمية وجود الغيرة بين الأصدقاء. الغيرة بركة على أو من نيناتهم بيزبطوا. الغيرة شغلة طبيعية، يعني بالغريزة بتجي من نحن وصغار عم نكبر، إنه بنصير منغار من إخواتنا، بعدين منغار من أصحابنا، بعدين بالعلاقات العاطفية في غيرة، بتشتغلي كمان بالشغل في غيرة. سو هيدي بدها تجي، يعني خطورتها بس تصير مرضية. يعني هو شعور طبيعي إلى أن يتحول إلى مرض. مزبوط. وهي مثل ما قلتي دافع مرات، إنه بتخلينا هيك بنطلع على ناس بنشوفهم عم يعملوا شيء منيح، بنشوفهم بشكل منيح، بتخلينا نشتغل على حالنا. نحن مرات كتير بدنا حدا يلهمنا لنصير أحسن. سو هون الغيرة منيحة إذا ما كان فيها هنية سيئة. سو مرات كيف تتحول لشيء مؤذي لما بتصير حسد، بصير الواحد عينه بيقول لي عنده ايه غيره او بده اذيه هيدا الشخص، هون بتصير عم تتطور لشيء كثير بشع وممكن تصير مرضيه كثير وبيدمرنا لنا قبل الشخص الاخر. مزبوط. ما هي اللي بيقولوا نار الغيره، هيدا بتاكلك انت، ما عم تاكل الشخص الثاني هالقد مع انه بيتضرر الشخص الثاني. لانه الحسد فيه فايبس، فيه هول النيجاتيف فايبس اللي مرات بتحسيهم. وفي ناس بتآمن بالعين، بتصير بتقول مش معقول كل ما شوفها هالمخلوقة بصير معها مصيبة من بعدها، قد ما بتحسي فيه من تطليعتها سم وهيك. سو ايه، الغيرة بتتطور لحسد، ومرات الغيرة بتكون يعني بين ثلاث أشخاص. هيدي انه إذا بين الأصحاب بصير الواحد عم بيغار من صاحب تاني اللي عم بياخد له دوره مثلا أو شيء. الحسد لا، موجه على شخص واحد، كأنك انت ما بتستاهلي، لازم تكون عندي هالشغله. عينك بتكون بشغله غيري. سو هيدي موجوده وبيلعب دور النفسيه، عاده نفسيه الشخص. في ناس بتحسيهم محبين وفي ناس بتحسيهم لا، في شيء ما مزبوط عندهم، في شيء منهم مرتاحين هن بحياتهم. في عوارض للحسد دانيا؟ يعني يعني مثلا واحد مثل ما قلتي عنده غيره، بتحسيه اشتغل اكثر، عمل هالشيء، يعني اخذه بطريقه ايجابيه، بس شو عوارض الحسود؟ يعني كيف بنقدر نميزه؟ هني مزبوط بتصيري يعني بتقفريهم مرات لما بتشيري بتشوفي مثلا أكثر ظاهرة منشوفها عم بقلدك بكل شيء عم تعمليه، عم بقلدك. لك جبتي جزدين، بيروح بجيب جزدين مثله بس أكبر وأغلى مثلا، لحتى هيك يفرجيكي إنه لا أنا بقدر ساوي أكثر. سو تقلي حتى إذا رحتي لمحل يعني بصير بده يروح عليه. إذا كانت دايما عم بتصير لا، صار شيء موجه عليك أنت إنه في هالغيرة هالحسد منك. بتشوفيها مرات انه ما بيحمسك، يعني بتكون عندك انت شيء بدك تساويه، ما بيشجعك، ما بيقول لك ايه ماجي روحي سويها، ما بتحسيها. اذا خبرتيه خبريه عن شيء نجاح عملتيه انت، بتحسيه تلخبط شوي، تلبك، واذا بدها تطلع معه البرافو المبروك بتكون كثير مصطنعه. وفي بالعكس ناس انه اذا عم تحكي لهم على شيء نجاح بصير بنفسك انه ايه ما بتاكل هالقد، يعني انا بقدر اسويها هاي بس ما حاطط راسي فيها، ما عندي وقت. بصير عرفت دائما بحط حاله بالنص، يعني كانه هالشيء موجه لإله. سو في لها علامات اللي لا بتكون كتير واضحه، وهيدي الانرجي كمان بتغذيها. ومرات كتير بتنتبهي له هيدا الحسود قديش بيحكي على غيره. يعني بيكون عندك صاحبه انت كتير سمعتها منيحه، معروفه طيبه ولذيذه وبتجنن وشغيله، بيكون هو عم بيصوب عليها نميمه. وهيدا بخوف، لان انت كمان اذا قاعد هو مع ناس غير بيكون عم بيحكي عليكي نفس الشيء. سو بخوفوا هول الناس اللي بتحسي نفسيتهم يعني نازلين برش بالعالم شمال يمين. سو هول بخوفوا يعني. ومرات اذا انت صاحبه كثير مع حدا هيك
تيري خلص عم بتتضايقي، عم بتحسي دخيلكم ما حد بتضايق، فبتصير كثير منه. مضبوط دانيا انه ما بعرف يعني يقال انه المراه عندها حسد اكثر من الرجل؟ هي هيك المتعارف. ايه متعارف حقيقي. يمكن لانه الست هيدا من زمان قبل ما تفوت مضمار العمل وقبل ما تشغل حالها، ما اجي اقول لي مشغول مش فاضي. صح مش فاضي يطلع حواليه. ايه بتمرق اشياء ايه بتخليه يغار بالشغل، يعني اذا حدا ترقى وهو بعده محله انه بتصير. بس الرجال عندهم اياها كمان يعني حسب كمان الواحد هو شو احاسيسه من جوا شو عم بحس. صحيح. طب كيف فينا نتعامل مع هالشخص؟ هيدا الشخص اللي ببلش يبين انه صار عنده اكثر من غيره، صار عنده حسد وصار مأذي. سو هلا هون بدك تصيري تفرقي انت اذا فيها غيره، فيها اذيه عم بتصير لحسد، او غيره طبيعيه بسبب ظروفه للشخص، او انه هو معطر. يعني في ناس هن ثقتهم بحالهم منا كثير منيحه ماجي، وظروفهم بتكون ما بتساعدتهم، سو بيبقى محرقص محروق. سو لهول الاشخاص يعني بيسوى نتعاطف معهم، يعني من كثير نقعد نحكي على الاشياء اللي هو هالشخص ما عنده اياه. اذا بدي روح لمحل غالي بعرفه ما بيقدر يروح عليه، ما بدي اقعد احكي كل الوقت وعرفتي حرقصه فيها. بدنا ننتبه على شو نحكي، والاشياء اللي بنعرف ممكن يغار منا نخبيها ما نحكي فيها، عرفتي، قد ما فينا نكون عم نراعيه. ولانه هو بيكون شخص ما عنده ثقه بحاله وبحس بالعجز انه يوصل للي انت عم توصلي له، بدك تجربي اذا كنت انت كثير صحبه معها يعني لصاحبتك وما بدك تخسريها، تكوني عم تدعميها بمديح وتضويلها على هي انه شو منيحه وشو حسناتها وكيف فيها توصل، ونساعدهم هالاشخاص يعني اللي اقل حظا منا، خلينا نساعدهم لان هيك الصداقه بتكون. صحيح. حدا معرفه يمكن يعني منعلمهم حتى انه رده فعلنا تجاه الحسد تبعهم لا كانت ايجابيه ونحن بهمنا امركم. ايه سو هون يعني انت كمان لما بتضويلهم انه حياتك مش كامله انت كمان. صحيح. انه صحيح يمكن ضابط معك هيدا الشيء بس انه في عندك مشاكل، نوريهم انه الدنيا ما كلها بتتمحور على انه انا مثلا نجحت بهالشغله او عندي هالشغله، بس نخليهم شوي يكونوا واقعيين، هن كثير بيكونوا منغلقين على حالهم وعم بيفكروا بهمهم وانه انا ليش هيك. اللي عنده الحسد والاذيه يعني بتحسيها خلص عم بتعورك، اذا فيك تهربي من العلاقه بيكون كثير منيح، بتعملي قطيعه. اذا هالشخص انه يمكن يكون كثير صحبه انت وياه بس عم بيعمل لك مشاكل كل الوقت وعم بيحطمك كل الوقت وبتحسي انه في شيء مش مزبوط، سو هو اللي نهرب منهم. او اذا كنا بمجموعه يعني بدنا نتجاهل تعليقاتهم. ومرات فيك اذا سنحت لك الفرصه انه تيجي تقولي اذا كان صاحب رفيقتك يعني كثير وعم بتضل هيك تكسرك، شي مرة تختاري وقت انك تقعدي تحكيها انه يعني انا بعرفك انت صاحبتي، بتوقع منك تشجعيني انه انا مثلا بدي اخطي هيك خطوة. اللي بلاحظه مرات انه كتير عم بتحطميني، عم تكوني سلبية معي، في شي انا مضايقتك فيه مثلا هيك تعمليها على حالك. هاي المواجهة شو ممكن تأثر فيهم؟ كيف ممكن تكون ردة فعلهم؟ ما هي اذا هالقد هالشخص عرفتي مأذي عليك، انت اذا بدك تواجهي بدك تاخذي ريسك الخساره. صحيح. سو اذا خسرتي شو عم تخسري انت؟ صحيح. ماجي سو هون يا بدنا نلفت لهم نظرهم انه طيب في شيء ما مزبوط عم بيصير بنفسيتهم، عم تحكس عليكي، انت عم تتضايقي، هون بدك كثير تحكي عن انت كيف بتحسي معهم، بركي بينلفت نظرهم. يمكن يعطوكي تبريرات كثير بس يمكن ينتبهوا انه هن كثير على المفضوح صارت هالبخ هيدا اللي ببخوا. سو مرات ايه في حديث اللي بده ينفتح لحتى شوي نحط حدود، وحتى اذا انت بلشتي تنسحبي من الصداقة هاي يعرفوا هني ليش مزبوط. يعرفوا الأسباب. مرات كتير هولي يعني بيدفعوا حقها انه الحسد والغيرة تاعهم بخليهم كتير يخسروا أصدقاء. طيب ماذا لو كنا نحن ويمكن مش منتبهين انه غيرتنا بلشت كمان تتحول الى حسد؟ سو هون بده الواحد اول شيء ينتبه
يعترف انه انا عندي غيري، عم غار من صاحبتي، عم غار من فلان، ويعرف انه هو طيب ليش عم بغار. هون منصير منقول انه طيب بدك تستبدل الحديث، ليش ماجي عندها هيك بانه ليش حظها منيح، ليش اللي عم بيزبط معها شغله، باني اسال حالي انا كيف فيي طيب حسن وضعي. يعني بدل ما احسد ماجي انه على سعادتها، قرر أنا أسعد حالي. بدل ما أحسد ماجي على ثقافتها، أحمل كتاب أقراه. بدل ما أحسد ماجي ليش محبوبة، حبب الناس فيي. سو بده يصير في هيدا التوجه أني أنا طور حالي، يبطل شغلي الشاغل الناس، إلهي نفسي حتى. مثل ما قلتي قبل شوي، اللي عنده وقت فاضي كتير وعنده وقت فراغ هو حدا مراقب لكل شيء حواليه، وبيصير متأخر عن الباقيين وعم يغار. يعني ليش هو وعم بيعيش وعم بتسيطر له على تفكيره. يا عمي خلي سيطرة الفكر تكون على كيف فيي أنا حسن حالي. بدنا نقاوم الرغبة ماجي أنه نقارن حالنا بغيرنا دايما. هيدي شغلة كتير طبيعية، بس اللي بيحسد عادة بيقارن أسوأ ما عنده بأحسن ما عند غيره. طيب يصير يفكر الواحد، طيب أنا شو هي الأشياء المنيحة اللي ظابطة بحياتي، شو هني نقاط قوتي أنا، طيب بدي ابني على نقاط قوتي. إذا ماجي حلوة وأمورة ومتعلمة، وأنا يعني حلوة بس ماني متعلمة كتير، خليني أتعلم مثلا، شوف وين في هالفراغات أقعد ساويهم أنا لحتى التهي بهيدا المشروع ويبطل شغل الشاغل غيري. وكمان منقول كتير، يعني هيدي منا بيطلع إنه الواحد يصير يطور عنده الشعور بالامتنان. اللي حسود عادة بحس الدنيا منا عادلة، إنه لا ما أنا غيري عنده إشياء أحسن مني. لك يا عمي عندي أنا كمان إشياء، خليني أطلع فيهم الإشياء اللي عندي، ما بدي أسعى عنهم. سو ننمي هون الشعور بالامتنان على نحن الله شو عطينا يعني، وشو هني حسناتي، حتى ما يضل عندي هيدا الحرقصة إنه غيري عنده إشياء أنا ما عندي إياها، بس أنا عندي إشياء كمان هو ما عنده إياها. 100% هيدا تمرين دانيا الشعور بالامتنان. يعني طيب إذا أنا ما بفكر شو اللي عندي، كيف بدي أحس بالامتنان؟ يعني هو تمرين يومي. مزبوط. إجي بفكر فيه، أنا عندي بيت، أنا عندي عيلة، عندي ما بعرف صحة. أنا يعني توجيه التفكير تمرين اللي بياخد وقت، ما حتصير بكبسة زر إنه لا خلاص أوف أنا ما بقى بدي غار وما بقى بدي أحسد. هي النفسية بدها تتغير، يعني الواحد بده يشتغل كتير على نفسيته، إنه هني بيكون عندهم خوف إنه كأنه حدا غيرهم عم ياخد من دربهم. النفسية الناس اللي بيحسوا إنه في كتير فرص، في كتير مجالات، من كل شيء في كتير يعني محبة ونجاح وفرص. هولي اللي عندهم هالنفسية ما عندهم هالخوف إنه غيرهم ينجح وهني لا. لما منتأكد نحن إنه في هالأبندنس منسميها بالإنجليزي، في خيرات من كل شيء، وكل واحد حيطلع يطلع له نصيبه بالدنيا، ونقتنع انه هيدي الدنيا ايه منا عادلة، وما حدا منا كامل ومقسم الاشياء، كل واحد عنده شغلات، وانا في عندي اخلق مجال فرص لانه حسن اوضاعي اشتغل عليها. ليش بدي ضلني عم ركز دايما على شو ما عندي؟ نقعد منقول انا ممتنة انه عندي هيك وهيك وهيك، وكيف فيي حسن حالي، كيف فيي هالفجوات اعززهم اكتر. بدي الواحد يشتغل عليها ما بسرعة. يعني هو دانيا الموضوع الغيري موضوع واسع كتير. يعني اليوم نحن حصرناه بالغيرة بين الأصدقاء، بس هو موضوع كبير حلو نحكي عنه، لأنه هو مثل ما قلت تمرين يومي. ما بعرف، في تبس صغار ممكن نتبعهم، أوقات بنخرب حياتنا من وراء الغيرة. يعني في كابلز بينفصلوا لأنه في غيرة مرضية بين أحد الطرفين. يعني يا ريت بكرة بعدين نحكي عن هالموضوع. مزبوط. بس أنا هون كمان بدي أسألك شغلة عن الغيرة على الصديق، يعني مش منه. إذا أنا صحبة كتير مع هالشخص، مع هال يعني صديقتي، وأنا عم بغار عليها، هل هي نفس الغيرة مثل كأني عم بغار منها؟ لا، هيدي هون أنت بدك الخير لرفيقتك، عم بتغاري عليها لأنك صديقة مخلصة. إذا بتشوفيها عم تغلط بدك لا تنبهيها مرات إنه
يعني انت اذا بتشوفي صديقتك عم بتعاشر ناس ما منيح حيفوتوها بفوتات اللي خطره لإلها، هون انت يعني بدك مصلحتها بدك تقولي لها لا تعي انتبهي، هولي عم بيقولوا انه ممكن يعملوا هيك وهيك وهيك. سو هون يعني من واجبنا نحن كاصدقاء مرات انه ننبه صداقاتنا، حكينا هذيك المره على النصيحه، فن النصيحه يعني ما فيك تمنعي حالك من انك تطلب الخير لرفيقتك، هون رفيقتك مرات يمكن تفهمها انت غيرانه منها، ليش ما بدك يعني روح معهم؟ سو ايه في إلى كثير تشعبات وهيك يعني انه ممكن ننفهم غلط، يعني بالنهايه كثير مؤسف انه مرات يفكروك بتغاري منهم وانت بدك مصلحتهم. طب ما انت كصديقه كيف نعرف الصداقه؟ صحيح. بدي انا ادعمك، بدي انه شوف مصلحتك، بتزعل مرات لما بيشكوا فيك انك لا انت عم بتغاري منهم مش عليهم. نعم. شكرا دانيا بيبو على هالموضوع اللي كل يوم نعيشه، كل يوم نحسه بطريقه مختلفه مع اصدقائنا، مع اهلنا، مع ناس نتعرف عليهم جديد، او حتى مع ناس رافقونا طويلا. ان شاء الله اكيد بنحكي بمواضيع تانية لها علاقه بهالموضوع وبنصوب المسار مثل ما بيقولوا.